أجواء جميلة في المدرجات، أمطار تتساقط في أرضية الملعب، نتمنى بأن لا تؤثر بشكل سلبي. من كابينة التعليق تحياتي محدثكم فارس عوض. موعدنا اليوم مع لقاء الإياب والذي تفصلنا عن صافرة البداية، حيث سيكون فريق مانشستر سيتي في مواجهة فريق ميلان. مانشستر سيتي لديه الأفضلية من مواجهة الذهاب وفرصة بالتأهل ستكون أكبر. نتيجة مباراة الذهاب لا تعني أن الأمور قد حسمت، أزلت الكرة في الملعب، وأكيد ندية الذهاب ستتكرر مرة أخرى في الإياب. تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة اليوم نشاهد الآن على الشاشة. فريق يلعب تشكيلة 4-3-3 التقليدية واللي تعتمد على الأجنحة. إذن هذه هي التشكيلة الرسمية التي يخوض بها ميلان مباراة اليوم. في حراسة المرمى دوناروما، موساكو سيلعب بجانب رومانيولي في خط الدفاع، كاستيخو سيبدأ مع الأكسل في طرفي الميدان، ورأس حربة وحيد يتواجد في تشكيلة الفريق اليوم. تنطلق المباراة مع نادي مانشستر سيتي. عرضية عالية تمر من الجميع. إبراهيموفيتش للانطلاق الآن والجناح متاح أمامه. بر فيها، انطلق فيها، كرة بعيدة جدا عن المرمى. لوكا مودريتش، واحد من أفضل لاعبي الوسط، محور الفريق، وجوده يعطي أمان دفاعي وكذلك قوة هجومية. هو قادر على تحريك شكل الفريق بأكمله وضبط الصفوف في هذا النادي بأكمله من خلال تحركاته وأداءه في الملعب. رياض محرز، دي بروين، وفرصة على الجناح، فرصة لكرة أرضية بيخلصها حارس المرمى بدون أي صعوبات. ديفيد سيلفا، كيفين دي بروين، مساندة تصل الآن. دي بروين بيرسل الكرة عرضية، تصدي مثالي للكرة الرأسية. ديفيد سيلفا، رياض محرز، تخرج الكرة إلى ركنية بعد أن غيرت اتجاهها.
بفضل التقنيات الحديثة المستخدمة في أرضية الملاعب الحديثة رح يكون من الممكن أنك تلعب هذه المباراة في ظل أجواء ماطرة، لكن هذا لا يمنع بأن الأمور رح تظل صعبة على الفريقين وممكن تشهد تغييرات تكتيكية في اللعب للتكييف مع مثل هذه الأجواء. ضربة ركنية في البوكس بأقدام دي بروين، رأسية بعيدة عن المرمى، افتقدت للدقة، لم يكن فيها التوجيه المناسب. الكرة تحتاج بالتأكيد إلى تمرين أكبر من اللاعبين. سيرجيو أغويرو، راحت الكرة من مانشستر سيتي. هرنانديز، ماذا سيفعل الآن؟ بيعدي فيها فرصة الآن، تسديدة لكن جانبية بعيدة عن المرمى. ميلان يهاجم الآن، هذه هي فرصة هدف، قد تكون هذه الفرصة. كرة عرضية في المنطقة، كرة عرضية سهلة تصل إلى حارس المرمى. رياض محرز، كيف راح يتصرف فيها؟ عرضية تمر إلى خارج الملعب ورمية التماس. رحيم ستيرلينج، عرضية عند القائم الأول. يا إلهي، هذه كانت هدف محقق، لكن حارس المرمى حرم منافسه من كرة خطيرة بتألقه، بمرونته، بسرعته، بردة فعل الخيالية من هذه المسافة. كيفن دي بروين بيلعبها في منطقة الجزاء، لم تأتي بأي جديد في الملعب. ميلان غير قادر على هز المرمى حتى الآن. رمي التماس بعد تدخل ممتاز واعتراض الكرة. رياض محرز، ديفيد سيلفا، كيفن دي بروين، استخلاص ممتاز داخل المنطقة. بيلعبها باتجاه القائم القريب، عرضية سهلة في يد حارس المرمى. كرة بترجع عند الحارس. ممتاز الكرة من ديفيد سيلفا. فرصة أمام أغويرو، يفشل في إبعاد الكرة بعيدا. كرة رأسية كانت في الطريق، لكن حارس المرمى يبعد هذه الكرة، يوقف طريق الكرة. إلى منتصف منطقة الجزاء من ديفيد سيلفا، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. فيرناندينيو يحاول أن يشكل خطورة، يبحث عن الفرصة. فيرناندينيو، أوهو، الهدف الأول في المباراة، هدف مستحق بعد عدة كرات، عدة محاولات، ضغط مستمر، المعاناة تنتهي، الفريق ينجح في التسجيل. بهذا الهدف تقدموا في مجموع اللقاءين. إذا نجحوا في الحفاظ على هذا التقدم فيما تبقى من وقت
فإن هذا سيعني حسم الأمور لصالحهم. هدف التقدم يرفع من معنويات هذا المدرب ويجعله أيضا في سعادة كبيرة جدا. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. الكرة في موقف صعب. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. الحارس يخرج بنجاح ويمسك بالكرة وتفتك الكرة داخل المنطقة. فرصة كبيرة للتعادل. إيدرسون يتدخل ولكنها مستمرة. إيدرسون يتألق. الله على ردة الفعل. يلعب الكرة الوسطى 18. الدفاع يفضل ابعاد الكرة بعيدا عن المرمى. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. يا رب. الشوط الأول ينتهي 1-0. أول 45 دقيقة كانت جيدة على الأقل، تقدر تقول أنه قدم أداء مرضي ويمكن أن يقدمه أفضل في شوط المباراة الثاني. مع الهدف اللي سجله، مع تقدم فريقه في النتيجة، راح يدخل استراحة بين الشوطين وهو راضي، سيدخل الشوط الثاني بمعنويات عالية وراح يحاول يستمر في نفس تنطلق المباراة مع نادي مانشستر سيتي. ضربة بداية الشوط الثاني من إيسي ميلان. تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر. سيرجيو أغويرو. الكرة ما زالت عند أغويرو. أغويرو يحاول فتح مكان في الملعب. ركلة ركنية لمانشستر سيتي. ضربة ركنية في البوكس. لا تمر لا تمر. حارس المرمى ينجح في التصدي. ضربة ركنية تمنحهم فرصة جديدة. كيفن دي برون بيلعب في منطقة الجزاء. ذهبت للفريق الخصم. ديفيد سيلفا. رحيم ستيرلينج. ممكن هجمة مرتدة الآن. ضاعت الكرة المرتدة. ضاعت الكرة دون. خطيرة الكرة لديفيد سيلفا. رياض محرز. مستحيل الكرة في المرمى. والفارق أصبح هدفين لمصلحة مانشستر سيتي. لنشاهد معا كيف تم استغلال الفرصة بشكل مميز في هذا الهدف. عرضية مثالية في الجانب الأيسر. الله على النهاية. وضع الكرة في الشباك بهذه الصورة. شوف الإعادة. شوف العرضية المثالية جدا. يضربها بقدمه في الشباك. الكرة كانت صعبة على حارس المرمى.
تغيير يحدث في صفوف مانشستر سيتي، محاولة لإحداث تغيير في المباراة من خلال مقاعد البدلاء. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. بونافينتورا ينتقلون بالكرة إلى الثلث الأمامي، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. أوهو الله على الحارس، كانت خطيرة، انفراد سريع، لكن حارس المرمى بيغطي المرمى بالكامل. سيرجيو أغويرو، كانت فرصة في هذه اللحظات لكن ضيع الكرة. ديفيد سيلفا، قرار سليم من الحكم، استمرار هجمة ميلان. زلاتان إبراهيموفيتش، تدخل قاسي في هذه الكرة، هنا قد نشاهد كارت من حكم المباراة. كرت أسفل لكيفن دي بروين، حاول أن يقطع الكرة من بين أقدام الخصم بإعاقته، لكن ارتكب مخالفة واضحة والخطأ صحيح. مخالفة ارتكبها اللاعب بعد إعاقة منافسة في توقيت خاطئ. المدرب الآن راح يجري التغيير، أعتقد بأن اللاعب قادر على مواصلة هذه المباراة، لكن المدرب حب يريح وما حب يخاطر في المباراة. تشتيت، كرة خطيرة لتقليص الفارق، مستحيل هذا التصدي يا إيدرسون، الكرة من هذا المكان، هذه الفرصة فرصة هدف محقق، لكن إيدرسون يرفض هذا الحديث. بيرفعها في وسط المنطقة، راحت للفريق الخصم، انتهت خطورتها. الضغط عليه قد يشكل خطورة هنا. تسديدة لكن جانبية بعيدة عن المرمى. رحيم ستيرلينج يتحرك بالكرة للأمام بدون خطأ، يحصل على الكرة في منطقته. المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. رودريجو، ستيرلينج أمام المرمى، يا رب هدف للسيتي. بعد هذا الهدف يصبحون في المقدمة، يتقدمون في لقاء الذهاب والإياب. الحسم سيكون من نصيبهم إن حافظوا على هذه النتيجة. تغيير يحدث في صفوف مانشستر سيتي، خروج كايل ووكر من المباراة. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب، ينطلق بالكرة، بيعدي وبيمر بالكرة. واحد على واحد أمام حارس المرمى، لكن الكرة بتروح. شوف اللقطة، ما حافظ فيها على هدوءه، سدد الكرة، استعجل فيها بشكل غريب. هذه راحت الفرصة، واحدة من أخطر المحاولات.
سيرجيو أغويرو، ديفيد سيلفا، رودريجو. هجوم من مانشستر سيتي يتوغل لقلب الملعب. صامويل كاستيخو، تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. رياض محرز، يا الله احتصمت خيالي من حارس المرمى. بيلعب للكرة الوسطى 18. كرة خطيرة مع الضغط الموجود عليه. ابعاد للكرة من موساكيو. نلعب الآن في الدقائق الستة الأخيرة من عمر المباراة. خطأ لمصلحة مانشستر سيتي. كرة بتتخلص بشكل ممتاز. حكم يشير باستمرار كرة مع ميلان. صافرة من حكم المباراة ومخالفة واضحة. نتيجة مريحة لمانشستر سيتي في مباراة اليوم. بونافينتورا. الحكم يقر 4 دقائق كوقت بدل ضايع. فيرناندينو يقطع الكرة. أغويرو بيلعب كرة بينية. لاعب تسرع فيها، حاول في كرة من مسافة بعيدة. ابعاد للكرة والخطورة. زينشينكو، قوة بدنية كبيرة في الاحتفاظ بالكرة. الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة. السيتيزنز في الدور القادم لهذه المنافسة الأوروبية. ثقة كبيرة لدى الفريق، استغلال مثالي للفرص. تأهل يبدو سهلا، لكن هم من جعلوه يبدو كذلك بتنظيمهم وأدائهم فوق أرضية الملعب وسيطرتهم على المواجهة ذهابا وإيابا. يحاول أن يشكل خطورة، يبحث عن الفرصة. فيرناندينيو، أوه، الهدف الأول في المباراة، هدف مستحق بعد عدة كرات. خطيرة الكرة لديفيد سيلفا. رياض محرز، مستحيل الكرة في المرمى، والفارق أصبح هدفين لمصلحة مان. زلاتان إبراهيموفيتش، رودريجو، ستيرلينج أمام المرمى. يا رب، هدف للسيتي. من حارس المرمى.